عدنا مجددا مشاهدينا بعد هذا التقرير الذي شاهدناه عن المحامل يا عمر، او احنا نقدر نقول عنها الزوارق في إمارة ألف جيرة، وأيضا تتميز شواطئ ألف جيرة في هذه المحامل وحب شعب هذه الدولة في أيضا استخدامها وركوبها والتمتع في رحلة البحر. أكيد. وكذلك ويستخدمونها أيضا أثناء الصيد للاستفادة منها، أثناء الصيد يجمعون صيدهم في المحامل. وكذلك تقام سباقات وتوجد محامل لحاكم الفجيرة وولي العهد والشيخ مكتوم والشيخ معروف. راشد، محامل تقام سباقات في كل سنة، سباقات ترتب عليها جوائز قيمة، وهي هواية يعني كثير من مجتمع الفجيرة. صحيح. مثل ما شفتي هي للمراهقين، يعني شيء جميل. بعد كمان احس ان فيها ايضا هناك يعني نشاط رياضي. صحيح. وفيها ايضا تفريغ للطاقات السلبيه المكمنه داخل جسم الانسان، بحيث ان استعمال المجاديف داخل البحر يساعد، يعني هي بشكل تعطي بشكل مباشر تحريك العضلات. لكن احنا لا نفتي اكثر ولا نتكلم اكثر في هذا الموضوع، لكنه تقرير جميل جدا. كل الشكر اليك عمر على هذا التقرير. ايضا مشاهدينا ننتقل الى باقي فقرتنا لهذا الصباح من فقره سبورت تايم للحديث عن رياضه الملاكمه التي بدات بالصعود في العصور الاخيره وفي ايضا الاونه الاخيره، وامتيازها في حصول اكثر النوادي او اكثر الافرقه على الميداليات الذهبيه وأيضا الأوسمة الكبيرة، حيث حظيت الملاكمة في إمارة الفجيرة باهتمام من سمو ولي العهد محمد بن حمد الشرقي، حيث كان داعم للاعبين والفريق الإداري والفني لإدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالأخص الرياضات القتالية مثل الملاكمة. لدينا اليوم ضيفنا، رح نتحدث أكثر ولكن بعد هذا التقرير. الملاكمة بعناصر النجاح، خصوصا وإن سمو ولي عهد الفجيرة كان يتابع ويوجه ويدلي بنصائح تربوية كريمة وبشكل مباشر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق، مما منحه ثقة عالية بتحقيق الإنجازات التي تمتلئ بها خزانة النادي من كؤوس وميداليات وأوسمة وشهادات تقدير، عرفانا بدور إمارة الفجيرة بكونها العمود الفقري لرياضة الملاكمة في الدولة. ويشهد الشارع الرياضي في إمارة الفجيرة إقبالا كبيرا على رياضة الملاكمة، وقد أصبحت من الرياضات المرموقة في جدول الشارع الرياضي، وذلك بدعمه واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ليصبح نادي الفجيرة للفنون القتالية مؤسسة رياضية تخرج أجيالا واعدة من الأبطال الذين شاركوا في بطولات عديدة، وذلك على المستوى المحلي والدولي. وكان الأثر الواضح لنجاح هذا النادي أنه أصبح من النوادي المتخصصة في الفنون القتالية، وأيضا لم يقتصر على الملاكمة فقط، بل أصبح اليوم يضم أكثر من ثلاث رياضات مختلفة. ويحظى نادي الفجيرة للفنون القتالية بمستوى لاعبين أكفاء موهوبين وقادرين على ممارسة هذه الرياضة، وخصوصا بوجود الكوادر التدريبية المميزة والتي كان لها دور كبير في إنجاح هذه المسيرة المثمرة، ومنهم المدرب والخبير الكابتن عادل العشري، بما بذل جهدا كبيرا للوصول باللعبة إلى مستواها الحالي من ناحية اكتشاف اللاعبين الموهوبين والقادرين على ممارسة الملاكمة وتدريبهم وصولا لمنصات التتويج. أمجد الحساسنا لبرنامج صباح الفجيرة. مشاهدينا مثل ما شاهدنا هذا التقرير، ولكن لنتعرف أكثر على رياضة الملاكمة بوجود ضيفنا اليوم هو عادل العشري. نرحب بك في الاستوديو. أهلا بك، أهلا بحضرتك وبالسادة. مرحب بك أسرة الكونية كلها. كابتن، نتحدث أكثر عن بطاقتك الشخصية ومن هو عادل العشري؟ عادل العشري إنسان بسيط جدا يعني، لكن ربنا وفاني أكون مدرب يعني ناجح الحمد لله،
وده حبي للملاكمة طبعاً. أنا أسرتي أصلاً كلها رياضية يعني ملاكمين على مصارعين، والحمد لله جيت هنا من حوالي 12 سنة بدأنا الملاكمة، وكانت بداية الألعاب الفردية كان بدأنا بلعبة الملاكمة، بعدها كانت التايكوندو على طول، وربنا وفقنا طبعاً. سمو الشيخ محمد يعني بشكره جداً على اهتمامه بالألعاب الفردية وخاصة لعبة الملاكمة، لأن من خلال اهتمامه احنا وصلنا النهاردة الحمد لله كل ملاكمينا للمستوى الدولي على مستوى المراحل السنية. صحيح. الشباب والفريق الأول والناشئين كلهم من عندنا من الفجيرة، حتى الاتحاد النهاردة بفضل الله بيعتمد اعتماد كلي على يعني كم كبير جدا من اللاعبين بيكونوا عندنا من الفجيرة. الحمد لله. كابتن عادل، بما انك انت يعني من المدربين الاكفاء في نادي الفجيرة للفنون القتالية وبرياضة الملاكمة، حيث ان انت ذكرت انها حظيت بدعم كبير من ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وكان هذا الدعم يعني ايضا داعم لتحقيق المزيد من الانجازات والحصول على الميداليات والاوسمة في خزنة النادي. خلينا نتحدث عن مكانة رياضة الملاكمة في نادي الفجيرة للفنون القتالية ودور دعم الشيخ في هذه الرياضة بالأخص. طبعا حضرتك ما فيش شك طبعا هي المكانة التي حظيت فيها يعني. هي هو حظنا طبعا كان حلو جدا فعلا، ان احنا يعني لقينا الاهتمام من سمو الشيخ محمد، ودي كانت يعني سبب اثر كبير جدا في نجاحنا وفي التقدم من الالعاب الفرديه خاصه الملاكمه. يعني النهارده احنا وصلنا لمستوى الحمد لله مستوى دولي ومستوى راقي جدا، وده من خلال اهتماماته وتوجيهاته ده من المعسكرات الخارجيه للاعبين لاكتساب الخبره، وده فعلا اثر كتير جدا. يعني كان ليه يعني عائد على اللاعبين باكتساب الخبره والحنكه والمهارات والفنيات، فده اثر يعني كان ليه اثر واضح. الحمد لله النهارده احنا حضرتك اخيرا تم اختيار 4 ملاكمين انضموا للمنتخب، عشان عندنا بطولات في صربيا تقريبا تبع الاتحاد، وبطوله الخليج الجايه ان شاء الله هتكون في السعوديه ان شاء الله، والفريق عندنا الحمد لله كله كويس وربنا موفقنا الحمد لله. يعني جميل جدا كابتن، نتحدث اكثر عن الفريق، كيف كانت بدايه الفريق؟ ويعني نحن شهدنا تطور من ودعم سمو الشيخ ولي العهد لهذا الفريق، فريق الملاكمه. في الحقيقه طبعا الاول كنا يعني شغالين تحت، كنا دائما يعني في كنت انا دائما كنت يعني مزهقهم كتير في الديوان، اروح دائما لوحدي. النهارده الحمد لله في عندنا سعاده العقيد احمد الزيودي، النهارده مدير النادي هو حضرتك، والنهارده بقى في شجره واضحه للنادي من اداري ومدير فني ومدير اداري وكده، فدي برضه ادت للنظام اكثر في العمل. يعني بقى كل واحد ليه تخصص، وطبعا تحرك النظام دايما بيؤدي للنجاح، واحنا الحمد لله بدانا يعني فعلا نحط رجلينا على الطريق السليم، ومن خلال طبعا يعني الاداره الحاليه الموجوده، وطبعا كل ده بتوجيهات سمو الشيخ محمد يعني، وبنشكره على الاهتمام ده. كم ميداليه حققتم منذ تاسيس النادي الى الوقت الحالي؟ لا كتير، انا مش هقدر اقول لك. احنا بفضل الله الابرز يعني احنا دايما ناخد المركز الاول. الحمد لله. الحمد يعني لله. يمكن حوالي دلوقتي حوالي 7-8 سنوات بناخد مركز اول، ودايما ناخد ب6-7 ميداليات، اقل حاجه يعني 5 أو 4 ميداليات ذهبيه. فطبعا حضرتك احنا بقى لنا 12 سنه فالعدد كتير. لو الحمد لله احنا حققنا برضه على المستوى الدولي، عندنا ملاكمين راحوا بطوله ساخه في روسيا، وعندنا لاعبين من الفجيره خدوا يعني كاس ودبلومه الاحسن لاعب في الدوره، وخدنا خدنا برضه في نفس البطوله خدنا ميداليه برونزيه، وعندنا لاعبين كتير جدا خدوا اسيا يعني شاركوا في اسيا بطولات عالم. عندنا اخيرا عبد الله جمعه هاشم برضه خد بلد خليج، وياسر الحمودي خد فضيه. يعني الحمد لله النتائج كويسه خاصه من عندنا هنا يعني في شباب الفجيره طبعا. كل ده من خلال الاهتمام برضه من الحمد لله الشيخ محمد. صحيح. كابتن نتحدث اكثر عن الملاكمه، يعني المجتمع بشكل عام عندهم تصور بان رياضه الملاكمه هي لعبه عنيفه، فبالتالي اولياء الامور ينصحون او يمنعون ابنائهم من انهم يمارسوا هذه الرياضه. كيف تنصح اولياء الامور وما فائده هذه اللعبه؟ هي لعبه الملاكمه يطلق عليها اسم الفن النبيل، وهي فعلا لعبه كلها رشاقه ومرونه وسرعه ولعبه حلوه طبعا، ومش اي حد يعني بيلعب الملاكمه. انا يعني بختار بعيني اللي يصلح في الملاكمه. صحيح.
وهي لعبة بالعكس طبعا عنيفة في الشك فيها عنف وفيها قوة وكذا، ولكن لعبة حلوة يعني تمتاز. هل العنف هذا يشكل أيضا العنف في الحياة؟ بالعكس دي بتخدم الشاب زي ما حضرتك قلت، شباب المراهقين أو الشباب اللي هم لسه في بداية يعني بلوغ السن وكذا، فدي بيتمرن التمرينات كلها عنف فبيطلع تقريبا طالع ريلاكس بعد التمرين. صحيح كابتن، ولكن الخوف من أولياء الأمور أن ينتقل هذا العنف من الحلبة واللعبة نفسها إلى الشارع إلى الحياة الخاصة. لا احنا دائما على فكرة أحيانا بنعمل محاضرات، يعني أنا ببعلش يعني أجي مثلا النهاردة في محاضرة نتكلم عن إن الرياضة وخاصة اللعبة الفردية الإنسان يستخدمها في الملعب بس، لكن برا في أي مشاكل في حاجة حاول يبتعد عن المشاكل، لأن طبعا إيده تبقى قوية في أي ضرب. لكم جانب التوعية. ففهموا نحن أصلاً مسلمين ولازم نمتاز بالخلق ولازم صحيح. يعني نحترم زملائنا ونحترم في الدراسة نحترم زملائنا في الفصل، يعني بديهم محاضرة عامة عن إن الإنسان يستخدم لعبة الملاكمة داخل النادي بس. صحيح. أنت بتقدم هذه النصائح، ولكن هل يعني تواجد صعوبة بالغة في إنك تقنع أو إنك تجد هناك لاعبين يمارسون رياضة الملاكمة؟ لا ما لازم بقى في متابعة. أنا كمدرب يعني دائما من ضمن عاملي أنا زي ما تربيت أنا كده مع مدربي، كنت دائما أنصح اللاعب دائما. تحببه في الملاكمة، الملاكمة دي للرياضة مش للعنف مش للضرب بها بعض الناس في الشارع أو هنا، يعني ده أخلاق مش حلوة في الوقت ده اللي أنت اللي بيعمل مشاكل مش هناخده في النادي معنا. إحنا عايزين اللي يمثل النادي يكون على خلق. صحيح. أهم يكون بطل. أكيد. أولاً يكون على خلق طيبة عشان يبقى بطل كويس. صحيح. فبديهم دائماً من هذا المنطلق يعني. أكيد كابتن، ولكن كابتن يهمنا نعرف أسماء أبرز اللاعبين الذي شاركوا في الفريق لنلقي لهم تحية من صباح الفجيرة. والله حضرتك أنا عندنا حضرتك من فترة كان عندنا حسن المدني ومحمد المدني ومحمد حمدان، وعندنا حضرتك عبد الله جمعة وأحمد سعيد سيف وعمر مفتاح وأحمد المحرزي، كل دول حضرتك أنا راح أجيال كان 12 سنة راحت أجيال وجات أجيال عليا. كل دول كان بيمثلوا الدولة في المحافل الدولية ورفعوا علم الدولة، والواحد كان يعني سعيد وشرف يعني متشرف بيهم في الحقيقة. كل التحية لهم. كل التحية طبعا ليهم. احنا النهاردة حضرتك بنبدأ، انت عارف لازم نبدأ بدم جديد ويبقى صحيح يعني كابتن نتحرك كابتن عادل في يعني في ختام الحديث نسألك عن تطلعاتكم لإدارة النادي أيضا في المستقبل. النهارده حضرتك احنا قلت حضرتك عندنا سعاده العقيد احمد الزيودي موجود النهارده، كل كبيره وصغيره بيبقى على علم بيها، وطبعا حضرتك النهارده بقى يعني من وجوده معانا وفي اداره موجوده بدانا فعلا يعني نحط كل حاجه في طريقها، فدي ان شاء الله هتؤدي للنجاح برده والنظام اكتر، واحنا عندنا خطه مستقبليه يعني خطه مدروسه علميه ان شاء الله يعني هتكون الله. تفيدنا في ايام جايه بمزيد من التقدم. كابتن عادل شكرا لوجودك معنا وصباح الخير مره صباح ثانيه. صباح الفل عليكم، انا بشكركم جدا على الاستضافه الطيبه. اذا مشاهدينا نستقبل ايضا اجمل التمارين الرياضيه لهذا الصباح من فقره سبورت تايم. خلينا نشوف التقارير ونرجع.